ازيكم عاملين ايه؟ وحشيني قوي 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 قوي. النهارده جايين بفيديو جديد جميل قوي بمناسبه العيد، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم، ويكون كل دعواتنا اللي احنا دعيناها كده في شهر رمضان الكريم تكون متقبله مننا جميعا يا رب. قبل ما نبدا الفيديو نقول المصطلحات الخاصه بالعيد. ما ننساش ندوس لايك واشتراك للقناه ونفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل لكم. كالعاده بنستغل اي مناسبه سعيده ان احنا نقول المصطلحات بتاعتها بالانجلش عشان تبقى سهله واولادنا كمان يعرفوها. يا ترى ايه المصطلحات بتاعت النهارده؟ الكحك، البسكتس، البيتيفور، الرنجه، الفسيخ. هنقول كل الاسامي دي النهارده وهتعرفوها معايا. اوكي، الرنجه والفسيخ والله اعمل لكم فيها فيديو بكره لما افطر، ونقول مصطلحاتها هنقولها سريعا في الفيديو ده وهقولها لكم بكره برده. بس ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو للاخر عشان كالعاده بكتب لكم المصطلحات انجلش وبنزلها في الديسكريبشن. اوكي، اول حاجه عايزين نعرفها اصلا يعني ايه كلمه عيد. عيد فيست، فيست، فيست. طيب عيد الفطر، الفطر، فيست، الفطر، فيست. اوكي، طيب احنا عايزين نعرف ان ايه صلاة العيد. مش احنا ايه الاول بنروح كده اول حاجة بنعملها الصبح بإذن الله هتبقى صلاة العيد، هنسميها ايه؟ عيد براير، عيد براير، ده معناه صلاة العيد. بنعمل ايه تاني في صلاة العيد؟ بنتجمع كلنا كعيلة بقى كاملة كده كأصحاب، فبنتجمع كلنا. ليه كلمة بنتجمع كلنا؟ gather together، gather together، gather together. اوكي، يعني ايه يزور؟ visit، يزور، visit، يزور، visit. طب احنا بنزور بعض ليه؟ عشان celebrate، celebrate يعني نحتفل، celebrate، celebrate نحتفل. طب الاحتفال نفسه اسمه ايه؟ celebration، celebration. يبقى الاحتفال نفسه اسمه ايه؟ celebration. اول حاجه بناكلها واحنا بنحتفل ها اكيد طبعا في اول يوم في عيد الفطر بالذات الفسيخ والرنجه. كلمه فسيخ ها salted fish، salted fish، وده جاي طبعا من كلمه salt اللي هي الايه؟ الملح. فطبعا هو عباره عن سمك مملح جدا، عباره عن سمك مملح جدا، علشان كده بنسميه salted fish، salted fish. طب الرنجة كابر فيش، الرنجة كابر فيش. اوكي، طيب اول حاجة ما بنشوف عمه ولا عمته ولا خاله ولا خالته ولا جده ولا جدته، الناس العسلات دي بناخد منهم عيدية، بناخد منهم عيدية، بنسميها ايه؟ عيد جافت، عيد جافت. العيدية الجميلة بنسميها ايه؟ عيد كنت جايبه فلوس جديده والله عشان كنت عايزه اطلعها لكم في الفيديو علشان العيديه. ماشي، انا كنت جايبه والله مجهزه فلوس جديده علشان تبقى العيديه بتاعتنا، بنسميها عيد جافت، او بقدر اقول عليها بونص، اقدر اقول عليها بونص، بونص. حتى كلمه بونص دي عارفينها في الشركات والاماكن اللي زي كده، اللي بيعمل حاجه اكتر من شغله او مكافاه، حاجه بكافئه عليها بنسميها بونص. خدت بونص عشان انا عملت اكتر من التارجت بتاعي، بونص بيبقى اسمها ايه؟ بونص او عيد جيفت. طيب لبس العيد الجميل اللي احنا لحد دلوقتي عمالين ننزل ونجيبه اسمه ايه؟ عيد كلوز. مفيش حاجه اسمها كلوزز، قلتها اكتر من مره. حتى لو ملابس جمع يو كان سي كلوز، يو كان سي كلوز، اتس كلوز يعني ملابس او لبس العيد. عيد كلوز، عيد كلوز، عيد كلوز، اتس اوكي. هندخل بعد كده على الاكل. ايه الاكل الجميل بتاعنا؟ اجيب بس البسكتس عشان يبقى كلهم موجودين معايا كده دايركت، حطوا البسكوت هنا. نرصوا كده مع بعض. الله الروايح الجميلة، الله. احنا قلنا قبل كده ان الحاجه يكون طعمها لذيذ بنقول عليها ايه؟
ديلاشز بنقول عليها ايه؟ ديلاشز. صراحة طعمه جميل سبحان الله. يعني بسكوت وكحك العيد دي او الحاجات دي طبعا بيبقى لها طعم عن اي بسكوت تقدر تجيبه اصلا، واي انواع تانية شوكليت وغيره وغيره وغيره. في حاجة مختلفة بجد والله. طعم حلو جدا. ابقى اكمل رص بعدين عشان كل ما ارص كل ما هاكل. بسكتس. يبقى البسكوت مش حاجه اسمها بسكوت تماما. بسكتس بسكتس يبقى البسكوت اسمه ايه؟ بسكتس. اوكي الدمار ده اللي الدكتور هيذبحنا بسببه، بس كده كده هنكمل الخناقه. احنا عكينا الدايت في رمضان اصلا. بنحط الشوجر السكر على ايجيبشن كوكيز. عشان اقول عليه كوكيز كده وادلعه كده وخلاص. This is Egyptian cookies اللي هو كحك، كحك المصري. كحك برغيف. Egyptian cookies الكحك برغيف. Disconnected. لا تعليقوا كفايه كده كفايه كده. يبقى الكحك اسمه ايجيبشن كوكيز. طب الغريبه زي ما جابها غريبه بصراحه ما حدش فينا بياكلها. ايجيبشن باتر كوكيز. ايجيبشن باتر كوكيز او ايجيبشن باتر كوكيز. اوكي طيب البيتي فور اوعى ننساه. البيتفور اسمه فرنش، اسمه فرنش بس بالمصري اقدر اقول عليه برضو ايجيبشن كوكيز زي الكحك بالظبط. اقدر اقول عليه ايجيبشن كوكيز زي الكحك بالظبط. قبل ما انسى وخلص الفيديو، الترمس الجميل اللي هنقعد نقرمش فيه كده اسمه ايه؟ لوبين. لوبين يبقى الترمس اسمه ايه؟ لوبين. وكفايه كده عليكم لان لسه في فيديو تاني بالسناكس الشيبس والايس كريم بيبسي. هعمل لكم فيديو تاني المقرمشات بقى. ما ننساش ندوس لايك واشتراك للقناه ونفعل زر الجرس عشان يظهر لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا هدول لكم الحاجه واقول لكم رايي ان شاء الله هتعجبكم. باي باي.